مرحبا بكم مجددا في أهم وأبرز الحالات التي تستعرضها دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم. مباراة الأهلي والفيحة، عندما تلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء الخاصة بالفيحة، مهاجم الأهلي يلعب الكرة وتلمس ذراع المدافع التي تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وكانت خارج الجسم وقد خاطر المدافع بذلك. تم احتساب ركلة جزاء وبشكل صحيح، نظرا لأن هذه ليست فرصة واضحة لتسجيل هدف، يجب إشهار البطاقة الصفراء للهجمة الواعدة. القرار الصحيح ركلة جزاء وبطاقة صفراء. حكم الفيديو المساعد قرار صحيح. الحكم أيضا قرار صحيح. مباراة ضمك وأبها، يسدد المهاجم الكرة على المرمى ثم يهاجم حارس المرمى المهاجم بإهمال، وحدثت المخالفة داخل منطقة الجزاء. نظرا لأنه تم لعب الكرة بالفعل، فهذا لا يعتبر هجمة واعدة ولا منع فرصة محققة لتسجيل هدف، وأيضا لا يوجد احتمال السيطرة، وهذا لا يعتبر احتكاك عرضي. ركلة جزاء بدون بطاقة صفراء، نظرا لأن قرار الحكم ركلة حرة مباشرة، قام حكم الفيديو المساعد بالتحقق واكتشف أن مكان الاحتكاك داخل منطقة الجزاء، فهذا التدخل يسمى تدخل حقيقي، وليس هناك حاجة أو داعي للاستدعاء ومشاهدة الحالة في الملعب. القرار الصحيح ركلة جزاء. حكم الفيديو المساعد قرار صحيح. الحكم قرار صحيح. حالة أخرى في نفس المباراة، ضمك وأبها، هنا تنافس بين اللاعبين، واللاعب من فريق الأحمر يلامس بالجزء الخارجي من الحذاء ويعتبر الجزء الناعم من قدمه على وجه اللاعب من الفريق الأسود. الاحتكاك ينطوي على قوة متوسطة وركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء للتهور. لا حاجة لحكم الفيديو المساعد للتدخل في هذه الحالة. القرار الصحيح ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء. حكم الفيديو المساعد قرار صحيح. الحكم أيضا قرار صحيح. مباراة الباطن والنصر، هنا تنافس داخل منطقة الجزاء ويلعب المهاجم الكرة بقدمه اليسرى، وفي ذلك الوقت يلامس المدافع ساقه اليمنى بإهمال، مما يتسبب في سقوط المهاجم. نظرا لأن جميع الاعتبارات منع فرصة هدف محقق، تعتبر هذه محاولة لعب الكرة، ويجب إشهار البطاقة الصفراء واستدعاء الحكم بشكل صحيح لعمل المراجعة والمشاهدة في الملعب لاحتمالية ركلة جزاء. القرار الصحيح ركلة جزاء وبطاقة صفراء. حكم الفيديو المساعد قرار صحيح. الحكم قرار صحيح. مباراة الحزم والفتح، هنا بداية هجمة للحزم وكان احتمالية مخالفة، ويتم تسجيل هدف، ويقوم حكم الفيديو المساعد بعمل مراجعة للحالة بحثاً عن احتمالية مخالفة. نعم يوجد مخالفة على لاعب الحزم، عرقلة بإهمال، ولكن حدث في حالة هجوم مختلف، وبدأت هجمة جديدة الABB ولا يعاقب عليها الفريق. عندما تمرر الكرة إلى اللاعب رقم 66 في منتصف الملعب أمام الحكم الرابع، وانتقلت إلى الجهة الأخرى عند الحكم المساعد الثاني، تعتبر هذه سيطرة وهجمة جديدة، ولدى الفريق المنافس فرصة للدفاع عن الهجوم، فلذلك يجب احتساب الهدف. القرار الصحيح هدف. حكم الفيديو المساعد قرار غير صحيح. الحكم قرار غير صحيح.
أيضا حالة أخرى في مباراة الحزم والفتح، الكرة داخل منطقة الجزاء وعلى الأرض، يسقط المدافع على الكرة ويلامسها بيديه. لا ينبغي هنا اعتبار اليد داعمة للجسم لأن اللاعب هو يقرر السقوط على الكرة. نظرا لاستخدام اليد في صد الكرة وتقوم اليد بحركة إضافية، يجب احتساب ركلة جزاء واستيفاء جميع شروط منع فرصة تسجيل هدف محقق. يجب أيضا طرد المدافع. القرار الصحيح ركلة جزاء وبطاقة حمراء حكم الفيديو المساعد. قرار غير صحيح الحكم. أيضا قرار غير صحيح مباراة التعاون والاتحاد. هنا كان تنافس بين اللاعبين، وبعد خروج الكرة من اللعب قام المهاجم بمسك المدافع من الحلق، وهذا يعتبر ارتكاب السلوك المشين ويجب منحه بالبطاقة الحمراء، وتم الاستدعاء بشكل صحيح من قبل حكم الفيديو المساعد. القرار الصحيح بطاقة حمراء للسلوك المشين حكم الفيديو المساعد. قرار صحيح الحكم. أيضا قرار صحيح. وبهذا نكون وصلنا لختام أبرز الحالات في الجولة 21، ودمتم بخير.